وللحديث عن البيان المشترك ل37 دولة في الأمم المتحدة الذي يدعم تلك الدول لعائلات المثليين رغم الرفض الإسلامي ورفض العديد من الدول لها، معنا من اسطنبول أستاذ علم الاجتماع بجامعة دمشق سابقا الدكتور حسام سعد. أهلا بك دكتور حسام. في البداية، ما هو تأثير حاولات نشر الأفكار الشاذة على المجتمعات التي ترفضها وخصوصا في المجتمع العربي والمسلم؟ السلام عليكم. بداية، أهلا بك. أهلا بك. طبعا التأثيرات اللي عم نعيشها حاليا هي تأثيرات كبيرة جدا. أصبح هناك قوانين دولية، أصبح هناك محاربة أيضا لمن يرفض هذه الأفكار. نعم. حتى لو كانت مخالفة للمعتقدات والتقاليد والأديان، يعني والقيم التي يتربى عليها أبناء تلك المجتمعات. المجتمع العربي، أنا أقول بشكل خاص، يعني المجتمع العربي المسلم هو عرضة الآن ل يعني أعتقد خطة ممنهجة لإدخال المفاهيم المثلية بشكل يعني مقحم، حتى رغما عن يعني الأفراد. وهذا يرتبط، أنا أعتقد، بالدرجة الأولى بالحكومات العربية، يعني ومدى تقبلها أو يعني تسهيلا للأمور. لكن البعض يقول أيضا إن الشذوذ والمثلية سلاح تستخدمه القوى الكبرى لفرض نفوذها عبر تفتيت المجتمعات. السؤال هنا سيد حسام، هل يستدلون بذلك من خلال الترهيب الذي تشنه الماكينات الإعلامية الغربية ضد من يرفضون هذه الأفكار برأيك؟ أنا أعتقد أنه تفتيت المجتمعات الأوروبية والأمريكية بالأساس مفتتة، بمعنى غابت الأسرة كوحدة اجتماعية رئيسية وأولية. فهذا الكلام بالنسبة للدول الغربية أعتقد منتهي، لكن بالنسبة للدول الأخرى أعتقد هي وسيلة أخرى لفرض السيطرة. يعني نحن دائما يعني يختلف شكل السيطرة من مرحلة لمرحلة، كان في بعض الأحيان عسكرية، في بعض الأحيان ثقافية. الآن أنا أعتقد هو نوع من أنواع السيطرة على جميع المجتمعات وتوحيد يعني العقل العالمي باتجاه تبني مفهوم جاهز ومقبول للجميع. نعم. هل يمثل دكتور حسام، هل يمثل الدفاع الشرس عن المثلية والدعوة إلى تطبيعها، هل يمثل دعوة إلى التسامح كما تروج جهات بعينها، أم هو في أصله هجوم على المعيارية البشرية السوية؟ تفضل. هل الآن الدفاع الشرس بشكله الحالي أكيد يثير الاستغراب والريبة. طبعا نحن نعترف يعني بالنهايه بانه المجتمعات جميعا توجد فيها ظواهر مختلفه شاذه الى حد ما، بمعنى هي موجوده. قد يكون هناك دعوات للتسامح او للعلاج او لعدم القهر او القتل او لا اخر ما هنالك، لكن ما يجري اليوم تجاوز هذا المعيار الانساني والتسامحي. ما يجري هو فرض يعني فرض نمط من العلاقات الإنسانية والاجتماعية والجنسية يتفوق على النمط الرئيسي اللي هو بين الرجل والمرأة وتأسيس الأسرة. أصبح هناك ميزة أكبر إليه، وأعتقد هو الموضوع هنا لا تجاوز موضوع التسامح تماما إلى وجود أجندات قد تكون لها علاقة بتقليل عدد السكان، قد تكون لها علاقة بالدخول لاستغلال دول أو استعمار دول من جديد، كما حالة أوغندا مثلا التي رفضت، ربما تتعرض في يوم من الأيام لعقوبات وتدخلات مختلفة بحجة عدم إعطاء حقوق لهذه الفئة. أنا أعتقد ضمن هذا المناخ يتم الحديث اليوم. سؤال جديد دكتور حسام، لماذا تصر دول بعينها على نشر هذه الأفكار بالتحديد رغم وجود العديد من الأزمات والقضايا الإنسانية الملحة في العالم كله؟ حقيقي، يعني حقيقة، شكرا. هو هذا السؤال الجوهري. هناك قضايا إنسانية كبيرة جدا، نحن الآن
نعاصر دول تحت خط الفقر. نحن لدينا مشكلات في اللاجئين، في الهاربين من بلدانهم، بالأمراض الكثيرة التي تظهر كل حين وحين. هذه التركيز على هذه القضايا يحيلنا مرة أخرى أن هناك تصورات يعني أو خطط معينة. طبعا أنا أبتعد عن نظرية المؤامرة، ولكن في النهاية نضطر إلى الاستعانة بها في بعض الأحيان. لماذا الآن كل المشكلات السياسية والاقتصادية التي تمر والإنسانية التي تمر فيها دول العالم يترك جانبا ويتم الاهتمام بهذه الفئة دون غيرها؟ أعتقد هناك يعني هناك إجابات لا نستطيع يعني لا مقتصدين ولا مواطنين ولا يعني أن نعرفها الآن. ربما في المستقبل أو بعد مرحلة قريبة نستكشف ما مسوغات التركيز الجديد جدا على نشر هذه الأفكار. لكن بعيدا عن نظرية المؤامرة دكتور حسام التي ذكرتها، ماذا عن قيم وأخلاق المجتمعات القائمة على ثنائية الذكر والأنثى؟ هل يمكن لهذه المجتمعات قبول مثل هذه الأفكار الدخيلة التي تروج لها الكثير من الدول اليوم للأسف؟ الحقيقة حتى المجتمعات الغربية نقطة يعني أعتقد من الضرورة التنويه إليها. في الدول الغربية هناك نظم يعني نسق قانوني، ليس بالضرورة أن جميع الأوروبيين أو المجتمع الأوروبي هو يرضى بما هو موجود، لكن لا يستطيع لأن هناك قوانين تجرمه وربما تصل إلى تغريمه وحبسه. يعني دعنا لا ننسى أنه أيضا مثل ما الدين الإسلامي هو ضامن أساسي بالأسرة العربية والحياة العربية، أيضا الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية لها كانت أدوار حتى قاسية جدا في العلاقات الأسرية. لكن ما يحدث الآن ليس بالضرورة أن جميع الأوروبيين بذات الصيغة، والدليل على ذلك منذ شهرين يعني خرجت مظاهرة في ستوكهولم ضد المثلية، في مدينة كولون بألمانيا أيضا بذات الصيغة، لكنها دائما تقمع بحجة القانون وحقوق الإنسان وإلى آخر ما هنالك. تبقى العلاقة الطبيعية والمعروفة وخلقناكم من ذكر وأنثى هي الرئيسية بالدرجة الأولى. أعتقد من الصعوبة يعني على الأقل في مجتمعاتنا اختراق القيم الأخلاقية والمعرفية بشكل كبير، لكن قد تؤثر يعني وتلعب دور أحيانا في ظهور فئات يعني أو مجتمعات الميم التي يطلق عليها مجتمعات الميم. أستاذ علم الاجتماع بجامعة دمشق سابقا دكتور حسام السعد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.